حط الكاميرا المستجدات التليفون اللي قدامي هذا مو التليفون ها مو التليفون الطفل حط التليفون ريان ضحيه سقوط العراج راكم تبعينها من الفها الى الياء عندكم التفاصيل النهائيه باش تنقلوها لجميع الشعب المغربي اللي متبع هذا صوت مرتفع صوت مرتفع كامله اللي كاين دابا هو عناصر ديال الوقايه المدنيه داخلين داك الحفرة الأفقية اللي شرحنا لكم قبيلة وصلوا واحد المسافة اللي بقى لهم تقريبا أقل من متر في حدود 80 متر 80 سنتيمتر عفوا ها 80 سنتيمتر ما غت ها 80 سنتيمتر ها 80 سنتيمتر ما غاديش تحفر بالطريقة العادية علاش؟ الا مشى تضربوها بشي حاجه صلبه حين تقربوا داك القطر ديال الثقب المائي وهذاك القطر المائي في الامطار الاخيره ديالو هو جي ضيق يعني حجره صغيره ممكن تسدو الا بغيتي تجبد الطفل ريان غيستعصيك الامر هذا الشيء علاش الناس ديال الوقايه المدنيه غادي يتعاملوا بهاد 70 حتى 80 سنتيم غيتعاملوا معاها بواحد الدقه واحد الثقاله واحد الفنيه واحد المهنيه واحد الاحترافيه الامر اللي غيطلب لي شويه الوقت بشويه غير باش تعرفوا التاخر في هاد السنتيمتر الاخيره هو الصعيب لانه هو اهم ما كاين في المرحله واحد الحاجه الثانيه اللي غنقولها للصحفيين كاملين هو راه غادي يكون واحد كما كاين ان فوا غادي يخرج الطفل ريان غادي يهز ليا بيدو غيعطيني الاشاره غنطلع عندكم انا راك غتسمعوا الخبر قبل لا يطلع من تما باش تكونوا هانين الله يحفظك الله يحفظك باش تكونوا هانين باش ما تحبسوش لازم بالراحه السبب ديال سيارات الاسعاف السبب ديال سيارات الاسعاف سيارات الاسعاف كتحطها كتوجدها كتشوفها بيان ايكيبي كتشوفها خدامه باش تطلع لك من تما كاين مزيان ما كاين فيها حتى شي مشكل في الميكانيك ديالها هادشي علاش كنجيبوا سياره الاسعاف وكنجيبوا كنجيبوا الماتريال كنحطوه تما باش يكون موجود بالنسبه للصوت اللي سمعنا قبيله انا قلتها لكم دابا كمسؤول في لجنة الإقالة والتتبع عمالة تقليم شفشاون قائد وزارة الداخلية كنقول لكم كمسؤول إن فوا غادي يخرج الطفل كنتمنوا والله هذه الوقيته ديال الدعاء هذه الوقيته ديال الدعاء ودعاء يكون من القلب سبحانه وتعالى واحد غيعطيني الإشارة من تما كاين اللي هو ديالنا غنطلعوا عندكم غنقول لكم من غير هذا الشيء ما يكذبش عليكم شي واحد ما كاين حتى شي حاجه كي دار هذا تشافوا بعدين اللي قال لك جروح باليها